أكدت صاحبة السمو الملكية الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة حفظها الله، أكدت أن فعالية إطلاق جائزة سموها العالمية لتمكين المرأة تعد خير فرصة لإلقاء الضوء مرة أخرى على رسالة وأهداف الجائزة. جاء ذلك خلال كلمة أرشيفية مسجلة لسموها خلال فعالية أقيمت اليوم، أعلنت من خلالها هيئة الأمم المتحدة للمرأة بالشراكة والتعاون مع مملكة البحرين من خلال مؤسسة المجلس الأعلى للمرأة رسميا عن إطلاق أعمال الدورة الثانية من جائزة الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة العالمية لتمكين المرأة، وسط حضور عالمي ضمن برنامج منتدى جيل المساواة الذي تنظمه كل من فرنسا والمكسيك بمشاركة دولية واسعة. الحضور الكريم، أجد في اجتماعكم هذا خير فرصة لإلقاء الضوء مرة أخرى على رسالة وأهداف الجائزة التي نجد فيها خلاصة فكرية ومعرفية لخبرتنا الوطنية في مجال تمكين المرأة ومتابعة تقدمها في مملكة البحرين. الأمر الذي أسهم في وضع هذه المبادرة تحت تصرف المجتمع الدولي من خلال هيئة الأمم المتحدة للمرأة التي تحرص بدورها على إتاحة الفرصة لتبادل الخبرات ونقل المعارف وتوجيه الموارد لدعم الجهود والمساهمات الوطنية التي ترتقي بحياة المرأة وتمكنها من الإسهام بشكل مؤثر في تنمية ونهضة مجتمعها، وبما يحقق الأهداف العالمية للتنمية المستدامة 2030. خلال فعالية أقيمت اليوم، أعلنت من خلالها هيئة الأمم المتحدة للمرأة بالشراكة والتعاون مع مملكة البحرين من خلال مؤسسة المجلس الأعلى للمرأة رسميا عن إطلاق أعمال الدورة الثانية من جائزة الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة العالمية لتمكين المرأة، حيث ألقت سعادة الأستاذ هالة الأنصاري الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة كلمة بهذه المناسبة أعربت فيها عن شكر وتقدير مملكة البحرين لهيئة الأمم المتحدة للمرأة لتعاونها مع المجلس في جميع المجالات ذات الاهتمام المشترك والمبادرة بدعم هذه الجائزة المرموقة في دورتها الثانية. بالنيابة عن مملكة البحرين، يسعدني أن أرحب بكم في حفل إطلاق الدورة الثانية من جائزة الأميرة سبيكة بنت إبراهيم الخليفة العالمية لتمكين المرأة، والتي تتزامن مع هذا المؤتمر الهام لهيئة الأمم المتحدة للمرأة الذي يناقش موضوعات هامة تعنى بالتوازن بين الجنسين وتكافؤ الفرص خلال هذا الوقت العصيب. كما يسعدني أن أتقدم بالشكر والامتنان لهيئة الأمم المتحدة للمرأة لتعاونها مع المجلس الأعلى للمرأة في جميع المجالات ذات الاهتمام المشترك والمبادرة بدعم هذه الجائزة المرموقة في دورتها الثانية. إن هذا الالتزام بالجائزة لا يؤكد فقط دعم الجهود العالمية نحو تعزيز مكانة المرأة، بل يساهم أيضا بشكل مباشر في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وأضافت سعادتها أنه تم وضع معايير هذه الجائزة العالمية بما يتماشى مع المعايير والممارسات الدولية لتسليط الضوء على الدور الهام للشراكة بين القطاعين العام والخاص لتبني وترسيخ سياسات غير متحيزة ضد المرأة والدعوة إلى العدالة في المساواة بين المرأة والرجل في جميع مجالات الحياة العامة. وأشارت في هذا السياق إلى أن هذه الجائزة العالمية تأتي امتداداً لجائزة وطنية أطلقتها صاحبة السمو الملكي رئيسة المجلس الأعلى للمرأة قبل 14 عاماً، وساهمت على مر الأعوام الماضية في تحقيق الأثر الملموس والإيجابي للجهود الوطنية التي تبرز بشكل أساسي في زيادة نسبة مشاركة البحرينيات العاملات في القطاعين العام والخاص، وخاصة في المناصب الإدارية الوسطى، واعتماد مبادئ وممارسات تكافؤ الفرص في السياسات والتشريعات والاستراتيجيات والخطط والبرامج الوطنية، وتطوير وتنفيذ البرامج التي تعزز التوازن بين المسيرة المهنية والحياة الأسرية من خلال استهداف احتياجات المرأة العاملة وضمان استدامة تقدمها في القوى العاملة.
من جانبها قالت معالي الدكتورة أنياتا بهتايا مساعد الأمين العام للأمم المتحدة ونائبة المدير التنفيذي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة إن تعاون الهيئة مع مملكة البحرين من خلال مؤسسة المجلس الأعلى للمرأة في إطلاق الدورة الثانية لجائزة الأميرة سبيكة بنت إبراهيم الخليفة العالمية لتمكين المرأة في هذه الظروف الصحية الاستثنائية التي يمر بها العالم إنما يؤكد حرص الطرفين على مواصلة النهوض بدورهما المسؤول تجاه القضايا العالمية بما فيها قضايا المرأة، موضحة أن المجلس الأعلى للمرأة بقيادة صاحبة السمو قرينة عاهل البلاد المفدى اتخذ عددا من الخطوات الهامة في مجال تكافؤ الفرص والتوازن بين الجنسين وذلك من خلال الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية. هذا وقد فتحت هيئة الأمم المتحدة للمرأة باب التقديم والترشح لجائزة الأميرة سبيكة بنت إبراهيم الخليفة العالمية لتمكين المرأة عبر موقع إلكتروني خاص بما يمكن المهتمين بالمشاركة بهذه الجائزة الهادفة إلى بيان أثر جهود ومساهمات الحكومات والشركات ومنظمات المجتمع المدني والأفراد من ذوي الاهتمام والاختصاص والإنجازات في المجال نحو تمكين النساء والفتيات حول العالم. سهير عصفور لمركز الأخبار تلفزيون البحرين. خلال فعالية أقيمت اليوم أعلنت من خلالها هيئة الأمم هذا. وكانت سعادة الأستاذة هالة الأنصاري الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة قد شاركت عبر تقنية الاتصال المرئي في منتدى جيل المساواة الذي يجري تنظيمه بمبادرة من هيئة الأمم المتحدة للمرأة وتتولى كل من فرنسا والمكسيك رئاسته المشتركة. ويشارك فيه رؤساء دول وحكومات ومنظمات دولية وممثلين عن المجتمع المدني والشباب والقطاع الخاص. وشاركت الأنصاري في هذا المنتدى الذي يعتبر أكبر مؤتمر للأمم المتحدة حول موضوع المساواة والتوازن بين الجنسين إلى جوار ممثلين عن منظمات دولية مشتغلة بقضايا المرأة وجهات فاعلة من مجتمع مدني وسلطات عامة وسلطات محلية وأقليمية وقطاع خاص ومؤسسات خيرية ووسائط إعلام وجامعات وشباب، لأن المساواة بين الجنسين شأن يعني الجميع.